بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هسه أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة هكمل معاكم شرح برنامج الأوتوكاد والإضافات اللي احنا بنضيفها عن طريق أوتوديسك آب ستور. والإضافات دي بتكون مجانية وسهل تحميلها على برنامج الأوتوكاد. طيب أنا حملت قبل كده معاكم أو شرحت معاكم الأوتو لاين واللاي أوت 2 دي دبليو جي اس في الدرسين السابقين. النهاردة هتكلم عن التوتال لينس، وده من الحاجات المهمة جدا ان انا اضيفها على برنامج الاوتوكاد او البلاجن ان انا اضيفها على برنامج الاوتوكاد، لانه بيديني المجموع الكلي للخطوط الموجودة، سواء الخطوط دي كانت لاينس او بولي لاين او ارك او سيركل، بيديني التوتال لينس بتاعتها. زي ما اتعلمنا قبل كده ازاي ان احنا نحمل البلاجن على برنامج الاوتوكاد، هنشوف ازاي ان احنا نحمل التوتال لينس على برنامج الاوتوكاد. زي ما احنا شايفين دي الواجهه بتاعت اوتوديسك اب ستور، وعندي هنا التوتال لينس، وبنحمله زي ما احنا عارفين عن طريق فري هنا داونلود اللي هي موجوده هنا، بندوس عليها. وطبعا لازم يكون عندنا اكونت على الاوتوديسك زي ما قلت قبل كده، وقلت لكم ازاي تعملوه في اول درس من دروس البلاجن. بعد ما بعمل داونلود بتتحمل لي الأداة على البرنامج. هنروح على البرنامج ونشرح الأداة ازاي ان احنا نتعامل معاها. زي ما احنا شايفين الأداة هنا اهي موجودة في Add Ins اللي هي في المنيو بار. كل الأدوات اللي انا حملتها موجودة في Add Ins. ده شكل الأداة بتاعتنا اللي هي Total Lens. طبعا بتتحمل لي على طول على البرنامج، مش محتاجة حاجة، مجرد ان انا بحمل الأداة خلاص بتتحمل لي على البرنامج. طيب انا هدوس على توتال لينس بالشكل ده كده. هنا بقى هيظهر لي ايه؟ هيظهر لي انا عايزه التوتال لينس لللاينز بس، ولا البولي لاينز بس، ولا السيركلز، ولا الاركس، ولا عايزه للكل اللي موجود. طيب انا لو اخترت الكل اهو، واجي هنا اقول له سيلكت اوبجكتس، بدوس عليها كده واختار كل اللي موجود عندي في الرسم، وبعدين هدوس بيمين الماوس وهيديني هنا التوتال لينس بتاعتنا اهي، ادهاني الرقم ده، بيقول لي 6 اوبجكتس سيلكتد، وبعدين بيقول لي هم ايه، عباره عن 3 لاينز 1 بولي لاينز 1 ارك 1 سيركل. يعني هو بيقول لي هم دول اللي انا عملت لك عليهم التوتال لينس. طيب انا هاجي اقول له لا انا عايزه لللاينز بس اهو، واجي اخد كده وادوس وبرده اختار الكل بالشكل ده كده. هنا هيختار لي بس اللاينز، يعني يختار اللاينز اللي موجوده بس. طيب وادوس بيمين الماوس بالشكل ده، قال لي اللاينز الموجوده 150، عندي 3 لاينز موجودين في الشكل، بيحدد لي ان في 3 لاينز. طيب انا هشيل اللاينز واقول له البولي لاين، وبعدين سيلكت واختار كل ده، وبعدين اعمل كده. هو قال لي توتال لينز بالنسبة للبولي لاين، عندي بولي لاينز 1 اللي هو 117 وشوية اللي احنا شايفينها دي. لو عملنا السيركل برضو هنشيل البولي لاين ونقول له سيركل، نرجع تاني معلش سيركل، وبعدين سيلكت، وبعدين بيمين الماوس اهي، انا عندي سيركل واحدة فعلا في الرسم وبيديني التوتال لينس بتاعتها. هنشيل من على السيركل ونختار الارك، هيختار لي الارك بس اللي موجود، ونشوف كم ارك عندي. عندي هنا 1 ارك اللي هو زي ما شايفين هو ده، والتوتال لاين اللي هو 84 وشويه. يعني انا كده عرفت التوتال لينس، اما باخد الرسومات كلها اللي هي لللاينز والبولي لاينز والسيركلز والارك، او ان انا بختار اللي انا عايزاه. الدرس النهارده مفيد ويا رب يكون عجبكم. اذا عجبكم الدرس ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. تزوروني في الدروس القادمة. استودعكم الله عز وجل.